أي زول قلبه ده فيه شعوذة وعقيدة خربانة ما بيقرأ. والمؤمن اللي بيقرأ قال إن كان قارئ أو ليس بقارئ. ما شرط تكون أنت تقول لي احتمال ولد صغير لسه ما دخل، ولا الناس الأميين اللي ما بيقروا. أمي ما أمي، قرأ ما قرأ، خواجة، أي حاجة بيقرأ. ما دي خلاص، دي آية من ربنا، دي علامة عشان توريك إنه دجال. خليت بالك معي مع ده كله أعور العين اليمنى، والنبي كلم بين الناس، وبل أي نبي كلم بين الناس كويس، ومكتوب في وشه كافر. بعد ده بغش الناس، بغشهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأكثر أتباعه من اليهود والنساء. النسوان ده لسه لو ظهر فكيف جاي أكثر الزبائن بتاعينه بكونوا النسوان، لأنه غشت سهلة. بس يقول لين راجلك دار يعرس فيك، الحق الفكيف جاي جري بيلعبوا علينا، فهمت؟ طيب كيف بيخدع الدجال الناس؟ ما هو هذا معروف كافر. بيخدعهم يا اخواننا بخوارق العادات. الليله اللي بيسموها لك الغوم بيسموها الكرامات. ده عنده شغل، الجماعه دي كلهم ما عندهم، ما عندهم والله. مو داسه بقول لك جماعه الكباش عندهم سر الدابي، طيب ليش الا دابي ملف لفيه ودخل الدابي في خشمه ويمرقه، ودخل بجاي في ظهره ويطلعه، ومالي جيبه عقارب، فهمت؟ ويجي داير يغشك. نظام انا شايل الدابي معناه انا صالح، والدابي بيعرف لك صالح يا ناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله العقرب، لا تعرف النبي ولا غير النبي، ولا المصلي ولا غير المصلي. لان العقرب لدغت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه. اي دي بتعرف لك ولي صالح؟ دي شغاله معاكم في الطريقه؟ العقرب دي معينه معاكم؟ ما عندها معك شغله كويس؟ عشان تعرف انه ده شغل بتاع دجل وشعوذه وسحر كويس. الدجال عنده خوارق عادات اخطر من ده كله. قال: يقول للسماء امطري فتمطر. ده ابوك الشيخ كان دفعت له بياض ما بجيبه لك، بس كده السماء امطري قال تمطر عليك. الله اسه في بلدنا دي الناس بالكذب ساي، بالكذب يقول لك ابونا الشيخ بنزل المطره، بالكذب الناس باروم، صح ولا ما صح؟ ولا نزله، لكن بالكذب ساي باروم الجماعه. طيب كيف لما نجي الدجال وديك بيان بالعمل قدامك زي ما بيقولوا العساكر، يقول لك بيان بالعمل، داير مطره يقول لك انزلي، هذا اللي بيباروكم؟ وبعدين هل بتقدر تقنع الناس انه ده المسيح الدجال؟ ولا قدر ما تتكلم؟ يقول لك لا لا ده صالح، هذا نزل المطره، انت نزلت شنو؟ يا ناس ده المسيح الدجال. يقول لك ها من زمان انتم بتنظروا في الاولياء، ما طلع ولي الا نظمتوا فيه، ما عندنا معكم شغله. ده يقول لك ولي صالح. ويقول للارض انبتي فتنبت. قدامك كده داير شنو انت؟ داير مانجا. السماء نزلي مطره، قومي ور المانجا قدامك تاكل منها وتمشي، باقي لك ده اللي بيبارو شويه يا زول. ودجاجيل صغار زاين، احنا اصلا مكرهيننا البلد دي ذاتها. دجاجيل صغار ما عندهم اي حاجه، ما عندهم خوارق عادات. قال: فياتي للرجل شايل سيفه، قال فيضربه فيجعله نصفين، يطق بالسيف كده يشقه اثنين. قال: ويمشي بينهما، عشان ياكد لك انه انقسم اثنين، يفير ده بيجاي وده بيجاي، ويمشي بيناتهم ويجي راجع تاني ويقول له ارجع في محلك، ارجع يقف على حيله تاني. لكن الشاب اللي قطعه مؤمن يقول له: بل انت الدجال الذي كلمنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد قلت الدجال، لكن ما يقدر يقتله تاني، بس مره واحده. الدجال يدخل الى الارض، ارض معينه، يجي داخل مثلا ام دغينة، يقول اخرجي كنوزك، اي كنز جوا الواطه دي، قال بيجي مارق. قال: فتتبعه كيعاسيب النحل. اليعسوب ده الذكر الكبير بتاع النحل،
ده اللي بيمشي قدامه والنحل بيمشي وراه. الكنوز دي كلها ماشيه وراه. باقي لك الجماعه بكونوا وراه، الناس دي كلها وراه. الدجال خطر، اكبر فتنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعه الدجال. فتنه عجيبه جدا، يفتن الناس في دينهم لحد ما يفر منه الناس، يهرب منه عديد. وده الصحيح انك تهرب كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انا ادركته فانا حجيجه دونكم. خلوا لي كلامنا لو انا بقيت قاعد. قال وان لم ادركه فامرؤ حجيج نفسه. انت بعد اشوف اللي بخلصك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ادانا وصيه، ودي انا دار اختم لك بها الكلام، ودرك تركز معي فيها شديد. قال من سمع به فلينأ عنه. انت سمعت بالدجال، والله لا يحضرنا الوقت ذاك، لانه الوقت ذاك كعب يا ناس. شوف الوقت بتاع قيام الساعه ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار الناس صنفين، من تدركهم الساعه وهم احياء. شوف اللي بتقوم عليهم الساعه ده شرار الناس. قال والذين يتخذون القبور مساجد. ده الناس ابوك الشيخ باني قبر وسيف التراب وكده، ويجوا يدعوا الله عند القبر كده، او يدعوا القبر ذاته. ده شرار الناس. ولذلك قبل ما تقوم الساعه بتجي ريح طيبه، اي زول في قلبه ايمان بيموت، ناس الخير بيموتوا، اما الرمم بتقوم عليهم الساعه. ده ما نافعين ثاني. فعليهم تقوم الساعه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. عموما قال لك من سمع به، سمعت بالدجال، قال فلينأ عنه. امشي، ما تقابله. ما تقول انا شجاع وانا بناظره وانا بناقشه. ابعد. ابعد رقبتك. ليه؟ العلماء قالوا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال وفي هذا دليل على البعد من اصحاب الشبه والاهواء. اي زول لقيت عنده شبه ما تقول له يا اخي والله انا ما في النهايه انا عندي عقل يا اخي وانا فاهم، بشيل الحق وبخلي الباطل، بشيل الخير وبخلي الشر. انت ما بتضمن، اعرف المعلومه دي، ما بتضمن نفسك. بعدين القلوب تتقلب، وربنا سمى القلوب دي قلوب لانها بتتقلب، ما بتسمد على حاله واحده. انت بتجي نجيط وراكز وتقول الليله زول انا بنظمه تمام، وانا ما بهمني بقعد بسمع. اعمل حسابك يا زول، زول بتاع شبهات وبتاع شر، ابعد منه. العلماء قالوا السلامه لا يعدلها شيء، سلامه قلبك ما في زيها حاجه. ابعد رقبتك يا زول. قال من سمع به فلينأ عنه. العله شنو؟ ذكر النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرجل لياتيه، يجي يجلس معه ويحسب انه مؤمن. شايف رقبته مؤمن تمام، الدجال ده ما بغشه. قال فيتبعه لكثره ما يلقي من الشبهات. خلي بالك الدجال ده رغم انه مكتوب يا ناس، مكتوب على وشه كافر كافر، بعد ده بغش الناس. فما بالك باللسي زي ما قال لك شيخ محي الدين لابسين لك عمه كمان وعبايه وشال لافيو وعنده 16 لقب قبال اسمه. ما مكتوب عليه كافر ده، ده مكتوب عليه العلامه، الدكتور، الفقيه، المحدث، العارف بالله، البحر الكامل، المحيط الشامل، والبحر الزاخر، وغو زمانه، والشيخ الكبير وكده، ومولانا. لا ما كاتبين عليه كافر، ما بغشك باقي ليك؟ يا ناس اعملوا حسابكم. شوف انت قلبك ده ما تخلي عرضه لا يزول، ما تخلي عرضه. السلف واحد منهم قال لو كان لي قلبان، لو عندي قلبين، واحد اصلي والثاني زبير، بشيل الزبير ده بلعب بيه مع الناس،
اقعد بمع هذا واقعد بمع هذا واقعد. كان خسر اجدعه واشتغل بالحقيقي. قال ولكن لي قلب واحد ما بلعب به. قلب واحد تمشي تقعد بمع هذا وقعد بمع هذا وكان خربوا لك. ولذلك الانسان يعمل حسابه. ها صاحب الشبهات صاحب المرض يا اخي انت ما عندك ذاته طريقه لانك انت تتلخبط عشان تجي تصلح ثاني. ولذلك كثير من الشباب عندهم سياسه شنو؟ واحد يقول لك احنا بنسمع يا مولانا والله بنسمع اي حاجه واي شيء قابلني قدامي بسمعه. وبعدين باجي انت ما عندك فلتر جوا قلبك ده فلتر ما في. انت اللي بتسمعه ده بنظن تقول والله الليله المحاضره دي سمحه خلاص ما فيها كلام، لكن فيها كلام كثير جوا وسخ انت ما شايفه. فهمت؟ وما بتقدر تفلتر انت براك. لذلك السلف قالوا ان هذا العلم، العلم شنو؟ دين. يعني دينك مبني على علمك. انت بتصلي حسب علمك، بتصوم حسب علمك، بتضر والديك حسب علمك، بتخاف ربك حسب علمك. ان العلم دين فانظروا. عاين كويس وفتش في الاول قبل ما تسمع. فانظروا عمن تاخذون دينكم. تشيل من الصافي او تشيل من الملخبط. التاسع لو مشيت الجزارة دار تشتري لك لحم بتقول له بالله يا الصافي داك وديني من دا ما بتقول لك ادام لليل الكيس ده وبعدين بنظفه في البيت. شيل النظيف شيل الصافي. ولذلك قالوا فانظروا عمن تاخذون دينكم. الفوائد اخواننا كثيره في قصه المسيح الدجال، لكن المقام ما يتسع لأكثر من هذا. نلتقي إن شاء الله مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.